السادسة سجل هدفا في مرمى السعودية بعد مرور دقيقة كاملة. لكن الآن وبعد الهدف اللي سجل الشلوب في الدقيقة الرابعة احنا لدينا 27 دقيقة مرت ما في جول، لكن التقدم موجود والكرة في الجول والكرة في الجول. يوسف ناصر، فعلا يوسف ناصر يسجل أول أهداف الكويت في بطولة خليج 20 وأول أهدافها الشخصية في بطولات الخليج. لكن هدف حلو، هدف حلو، هدف جميل. فهد العليزي تقدم ومر 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 وعرض كرته، أوبا، حاول في الأولى ما سجل، حاول في الثانية ما سجل، الثالثة اسمح لي يا قاسم برهان، هاتها من الشبكة، هي ثابتة، هي ثابتة في الثالثة، هي ثابتة في الثالثة. فعلا فعلا يوسف ناصر الذي منح الكويت البطولة غرب آسيا. ولاحظ فرحة المغمور، المغمور السربي غوران يجلب الفرح الآن، النجم الشاب وذو 20 سنة صاحب القميص.